السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نتابع في الشابتر الأول في مساق العمل الحر عبر الإنترنت. اليوم حنكمل في مقدمة عن أو إلى العمل عبر الإنترنت. أخذنا بالمحاضرة السابقة إنه المنصات أو منصات العمل الحر بتوفر لي كتير مزايا، منها تسهيل التواصل، منها إنها أكثر أماناً، وبتعمل لي سمعة جيدة على الإنترنت في حال أنا كنت فريلانسر عندي فيدباكس من الكلاينتس كتير جيدة. طبعاً العمل الحر إنك تشتغل بدون التزام مع جهة مشغلة، والمدى يكون عندك قصير، لأنه إذا تحول لمدى طويل فأنت بتتحول لعامل عن بعد اللي هو الأونلاين وورك. طبعا العمل الحر عبر الانترنت هو نفسه العمل الحر، ولكن السياق اللي انت بتشتغل فيه هو خلال الانترنت. فانت الترجمة بتقدر تسلمها على الانترنت، البرمجة بتقدر، التصميم بتقدر، لكن مثلا نجارة، حدادة، سواقة، هاي ما بتدخل في العمل الحر عبر الانترنت. المستقل هو الشخص اللي بيبيع خدماته والتي يمكن إنجازها عبر الإنترنت، سواء بنظام الساعة أو المشروع، بدلاً من العمل التقليدي براتب منتظم. أوكي، خلونا نكمل. طيب، العمل الحر أم التوظيف عن بعد أم العمل الحر عبر الإنترنت؟ مفهوم العمل الحر أو الفريلانسينج حكينا من اسمه عمل عن بعد أو عمل حر. عمل حر سري يشمل جميع الأعمال التي تعتمد على تقديم خدمة أو منتج ما، بغض النظر عن موقع العميل أو المستقل، سواء كان في دولة واحدة أو في دول مختلفة. فالفريلانسنج حكينا هو أي شغل أنت بدي تقدمه بدون التزام على المدى البعيد، بغض النظر كان أنت بدي تقدمه لحدا في نفس الدولة أو في دولة تانية. إذا أنت بتشتغل عمل حر كنجار فأنت هذا اسمه عمل حر. إذا أنت بتقدم عمل حر عبر الإنترنت زي الكتابة وزي البرمجة والتصميم، فبرضه هان بنحكي عنه عمل حر. في نمط آخر هو التوظيف عن بعد. إيش التوظيف عن بعد؟ أنت موظف في شركة زيك زي أنا، ما أنا موظفة بالإسراء، أبويا موظف بالتعليم، فهو توظيف بدوام من 8 مثلا للثلاثة. ولكن الفرق الوحيد إنه أنا الناس اللي مشغلاني أو المشغل تبعي بيكون في دولة أخرى. يمكن سمعتوا عن مؤسسة اعمل بلا حدود. مؤسسة اعمل بلا حدود المدراء تبعونها أو خلينا نحكي الإدارة تبعت هاي الشركة كلهم موجودين بالسعودية، لكن كل الموظفين عاملينها لهم برانش في غزة. كل الموظفين من غزة بيداوموا من 8 للثلاثة أو للأربعة، لهم سلري معين. اللهم بدل ما هم الجهة المشغلة تبعتهم بنفس البلد، لأ في بلد آخر اللي هو السعودية. سو التوظيف عن بعد زي الوظيفة التقليدية تماماً، الفرق الوحيد أن الطرف المشغل بيكون في دولة مختلفة. في هذه الحالة تكون أنت موظف براتب محدد وبساعات عمل محددة. يعني التوظيف عن بعد والتوظيف التقليدي نفس الكونسبت، بس باختلاف إنه المشغل تبعك في التوظيف العادي بيكون في البلد، في التوظيف عن بعد بيكون في بلد آخر. أوكي، طيب مفهوم الحرية في العمل الحر، من وين بتيجي الحرية؟ أنت لما بنحكي عمل حر أو عامل حر، أنت من وين الحرية حتكتسبها أو من وين الحرية حتجيك؟ أول حاجة، أو هما في من 4 بوينتس ممكن ننظر ونلاقي في حرية في العمل الحر. الأول إشي المشاريع والأعمال، فأنت قادر على اختيار المشاريع التي ترغب بها
أو ترغب في العمل بها، سواء كانت في مجال عملك، يعني أنت بتيجي بتطلع على الجوب، بتشوف هذا الجوب مثلا، أنت بتعمل أندرويد أبليكيشنز، بتشوف هل هذا الجوب بتناسبني، هل بتناسب السكيلز اللي عندي. فإذا أنت قادر عليها بتروح بتقدم لها، مش قادر لا بتقول ليش أنا أورط حالي. فأنت الجوبس اللي بتختارها أنت حر في اختيارها، مش زي ما حدا يجي يجبرك يحكي لك خود هاي الجوب اعملها سواء بتعرف او ما بتعرف. حتى كمان انت ممكن تختار جوبس ما لها علاقة بشغلك الاساسي او بالسكيلز الاساسية اللي عندك. يعني انا بفترة من الفترات اشتغلت فريلانسر مترجمة، مع انه انا شغلي كان ويب ديفلوبمنت. أوقات العمل، طبعاً أوقات العمل لديك الحرية في اختيار أوقات العمل بما يتناسب معك، طالما حتسلم الشغل في الوقت المحدد. اشتغلت بالليل، اشتغلت بالنهار، اشتغلت بالإجازة، اشتغلت بعيد الفطر، إيش بيرجع لك؟ المهم تسلم الجوب في وقتها. أماكن العمل، عند القيام بالأعمال الحرة عبر الإنترنت فأنت لديك الخيار بتنفيذها في المكان الذي يناسبك طالما توفر لديك جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت. يعني أنت ديتك أصلاً إيش بدك عشان تشتغل عمل حر؟ بدك هالحاسوب وبدك هالنت. فطالما عندك حاسوب وعندك نت، قعدت في البيت بتشتغل، رحت عند جيرانك بتشتغل، رحت على كافيه بتشتغل. فأنت مش محدد بمكان أو بمكتب محدد تضلك عليه طول فترة العمل لحد ما تنجز. العملاء أو الشركات اللي هم الكلاينتس أو الأشخاص اللي بدك تشتغل معهم في مجال العمل عبر الإنترنت، يمكنك اختيار الزبائن الذين ستعمل معهم ولست مضطرا للتعامل مع شخص محدد. يعني انت حتى لو كانت لك اول جوب على المنصة، اخذت هاي الجوب، لقيت هذا الزبون سيء في التعامل، ما بيقدر الجهود، كتير بغير في الريكويرمنت، خلاص بتطير بتبطل. لما تشوفه منزل جوب تانية بتشرد، ما بتقدم عنده. فانت ما بتضلك لابس في نفس العميل طول العمر، يعني بتغير وبتبدل. إذا ارتحت لزبون معين ممكن أصلاً أنت وياه يصير شغلكم كله برا المنصة. فهان بتبين أو بنعرف من وين الحرية تيجي في العمل الحر. فأنت حر في اختيار المشروع، أنت حر في اختيار وقت العمل، أنت حر في اختيار مكان العمل، أنت حر في اختيار العميل اللي راح تشتغل معه. طيب الناس اللي بتشتغل من عبر الانترنت ممكن نصنفهم لأربع تصنيفات أو لفور تايبس. النوع الأول عمل حر بدوام كامل، هذا النوع من الفريلانسر فيش لا شغلة ولا عملة بحياته إلا منصات العمل الحر. يعني بيشتغلش لا بوظيفة ولا بيشتغل في عن بعد ولا بيعمل أي إشي بحياته غير العمل عبر المنصات، حيث يعمل المستقل الفريلانسر أكثر من 30 ساعة أسبوعياً على عدد من المشاريع مع عملاء مختلفين. يعني أنت مقضيها دوامك بدل ما هو بالشركة مقضيها على النت. عمل حر بس بدوام جزئي، يعني أنت ممكن يكون الصبح عندك وظيفة بس بالمساء تعمل لك ديزاين لشركة أو بترجم لك مقالة لمؤسسة أو بتعمل ماركتينج بلان لشركة برضو. فمن اسمه جزئي، يعني أنت مش مكرس كل وقتك للمنصات. في هذه الحالة يكون العمل لساعات محددة على مشاريع مختلفة، ويكون العمل بمثابة عمل إضافي إلى عملك الأصلي، بمعنى أنك أنت موظف في شركة وبيعمل في أوقات فراغه على مشاريع عبر الإنترنت. يعني
أنت الصبح من 8 للـ3 بتداوم في الشركة أو في الجامعة أو في المؤسسة، بتروح على البيت ممكن نقول خلينا نحكي 10 ساعات أسبوعياً تشتغلهم فريلانسر. إذا مشروع عجبك، مشروع قادر تعمله بوقتك وهكذا. غالبا بيكون الهدف من الناس اللي زي هيك إما زيادة العائد المالي إذا وظيفته مش مقاضية، إما اكتساب مزيد من الخبرة إذا كان مثلا شغلك ما بينمي مهاراتك وما بيصقلها، فغالبا دايما الشغل العملي هو اللي بيطورك. أو في ناس إنه خلاص يعني عندها أوقات فراغ فبتستغلها بشيء مفيد تطور من ذاتها. النوع الثالث التوظيف عن بعد بدوام كامل. شخص بداوم من 8 للـ4 في شركة، لكن العميل تبعه بيكون برا البلد وبراتب ثابت. التوظيف عن بعد بس بدوام جزئي، يكون العمل والتعاقد مع شركة أو عميل لعدد ساعات معينة لتنفيذ متطلبات محددة، وذلك بدوام جزئي وبراتب محدد. بمعنى بيكون عندك زي برضو أرجع أضرب لكم مثال اعمل بلا حدود، بتكون ما بدها موظف من 8 للـ4، لا مثلا بدها موظف من نحكي من 5 للـ7 المساء، كم من ساعة بالأسبوع. فبيجي هذا الموظف أوكي بيشتغل عندهم بس مش دوام كامل، دوام جزئي وراتب مقتطع، يعني مش راتب أكيد كامل. سو في عندي عمل حر على طول على المنصة، في عندي عمل حر بس ساعات معينة، في عندي توظيف عن بعد بدوام كامل، في عندي توظيف عن بعد بدوام جزئي. طيب مين أحسن، الوظيفة ولا العمل الحر؟ العمل الحر ولا الوظيفة؟ فيش فيها مين أحسن، فيها أنت وين بتلاقي حالك. هل بتلاقي حالك إنك تضلك حدا رابطك اعمل كذا وسوي كذا في وقت معين براتب معين، ولا لأ بتكون حر نفسك تشتغل وقت ما بدك بالمكان اللي بدك بالراتب اللي بدك؟ إيجابيات العمل الحر: حرية العمل وتنظيم الوقت، زي ما حكينا تشتغل الشغلانة اللي بدك إياها في الوقت المفضل. انت بتحب الليل تصحى بالليل، تحب النهار تشتغل بالنهار. التحكم في مكان العمل، انت مش مضطر تضلك في البيئة المكتبية والرتابة والملل، لأنه انت ممكن تشتغل حكينا في أي مكان انت بدك إياه، في بيتك عند جيرانك في الكافيه. كما أن العمل الحر عبر الإنترنت مصدر دخل متنقل، وبالتالي يمكنك الاستمرار بالعمل دون السفر أو رغم السفر دون الحاجة لتقديم استقالة من الوظيفة. غالبا الناس اللي بتطلع بدها تستقر برا أو بدها تقضي وقت برا لازم يطلبوا أو يقدموا استقالتهم، لأنه خلاص يعني معروفة الوظيفة مرتبطة بالتواجد بالبلد. بينما العمل الحر فيك تسافر وفيك ترجع والكلاينت تبعك مش داري عنك أصلاً، لأنه بالآخر اللي بهمه التاسك تتسلم في موعدها الصحيح. طبعاً حرية اختيار الزبائن، بدك تكرر العمل كرره، بدك ما تكرره بتعمل ستوب. الفوائد المالية هذه كتير ميزة الناس بيعتبروها، لا يوجد قيود مالية تحدد مستوى دخلك، يعني الموقع بقولكش عند 1000 دولار بالشهر وقف، ما بقدر أخليك تاخد جوبات بعد هيك، لأ. في ناس وصل دخلها بالشهر 6000 دولار هان من غزة. فقد ما انت شاطر وقد ما انت بتقدر تتحمل ضغط عمل، فيك تقدم على جوبس وتزيد من أرباحك. مواكبة التطور في مجال اختصاصك،
فكل يوم هناك وظائف بالتقنيات الحديثة. طبعا بما أنه السوق أو سوق العمل اللي أنت مقدم عليه عالمي، فأكيد الكلاينتس حيطلبوا شغل بتقنيات مختلفة وتقنيات متقدمة. فأنت إذا بتشتغل عمل حر فهذه فرصة إلك إنك تضلك up to date، إنك تضلك تتعلم وإنك تضلك تطلع وتنمي من مهاراتك. إيجابيات الوظيفة بالمقابل: وقت العمل محدد بساعات معينة ومنتظمة. أنا الصبح بصحى على 8 بروح على الجامعة، 3 بخلص دوامي. قبل 8 الجامعة ما إلها فيها، بعد 3 الجامعة ما إلها فيها. فأنا خلاص بعد 3 ممكن يكون عندي وقت لنفسي، لعائلتي، لأصحابي. فهذه للناس اللي بتحب الرواق، هذه إيجابية إنك تكون أنت وقتك مسستم ومنظم من كذا لكذا في شغلي، بعد هيك هاد لنفسي. في لديك دخل ثابت ومعروف يغطي احتياجاتك الأساسية. يعني أنا آخر الشهر في عندي راتب أنا ضمناه، يعني بديش أحكي لكم بغض النظر اشتغلت ولا ما اشتغلت، لا هو أنا هشتغل اللي علي، بس أنا بآخر الشهر بيجيني راتبي. هذا بيعطيني نوع من الاستقرار وراحة البال، بينما في العمل الحر ممكن أوقات أقعد ما أشتغل ولا وظيفة تزبط معي، فهن أكون أنا حايصة، مش ما في فلوس وما في شغل وما في عائد. الحصول على امتيازات مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي أكيد كلكم بتعرفوا، الموظف له تأمين صحي يعني فيه يتعالج على حساب الحكومة إلى حد ما، وضمان اجتماعي بعد ما ينتهي من الوظيفة. مسؤوليات أقل نظراً لتحديد المهام في جزء محدد. طبعاً إيش يعني مسؤوليات أقل؟ يعني أنت يوم ما تتوظف بيجي، أنا مثلاً كمدرسة أنا علي أنه أدرس المساقات 1 2 3 بكل الأكتيفيتيز اللي في التدريس، فأنا مهامي أنا عارفاها وسهلة وواضحة ومش مضطرة لا أشتغل شغل سكرتارية ولا مضطرة أشتغل شغل HR ولا مضطرة أشتغل شغل مالية. في ناس بالجامعة بتشتغل هذا الشغل، فأنا مسؤولياتي قليلة. وضوح المهام المطلوبة في الوظيفة، لأنه في وصف وظيفي محدد. يوم ما أنت تيجي توقع العقد في وصف وظيفي بدك تعمل 1 2 3 4، خلص أنا بعملهم بريح راسي. بينما زي ما حكت لكم بالعمل الحر أنت بدك تدير نفسك من جميع النواحي، من ناحية مالية، من ناحية إدارية، من ناحية تعامل مع العملاء، من ناحية كتابة، من ناحية تسويق، كله بده يكون شغلك أنت. سلبيات العمل الحر: بدك تضطر للعمل في ساعات طويلة في بعض الأحيان ضمن أوقات مختلفة. يعني ممكن يحكي لك العميل بدي هذا التاسك تخلص في يوم، وانت قدراتك ما بتسمح انك تخلص فيهم، فانت بدك تواصل. يعني لو مثلا واحد مهاراته اعلى منك ممكن يخلصها اوكي بساعتين ثلاثة، بس انت لسه لانك ها، فبدك تضطر تشتغل ليل مع نهار عشان تسلموا اياها في يوم. بدك تشتغل بالليل، بدك تشتغل بالنهار، بدك تشتغل بإجازة عيد الفطر، بدك تشتغل واهلك قاعدين بتعشوا او بتسلوا او بتسامروا. فهي سلبية انه وقتك مش ملكك. الحاجة لتقديم عروض عمل بشكل مستمر بالإضافة لأداء المهام المطلوبة. يعني أنت بتشتغل على جوب بدك تروح تقدم لجوبات جديدة عشان ما تفضى، عشان لما تخلص الجوب الأولى تكون في بإيدك جوب تانية وما يكون عندك نقص. تفاوت الدخل الشهري بناء على المهام المنجزة ومواعيد الدفعات. يعني عندك شغل في عائد مالي، ما عندك شغل ما في عائد مالي، ممكن تقعد شهر بدون عائد مالي.
ضرورة اتصال وجود اتصال انترنت، كل الدنيا صار عندها انترنت، عدم توافر مزايا العمل التقليدي، فش عندك تأمين صحي، فش عندك مكافآت، فش عندك إجازات، فش عندك ضمان اجتماعي، كله مش موجود. يعني فيش عقد بينك وبين الكلاينت يقول لك والله بدي بعد ما تتقاعد أعطيك كذا، وإذا مرضت أغطي لك نسبة كذا من المرض. ما في السلبيات للوظيفة، بدك تلتزم بالحضور والانصراف في وقت محدد، يعني من 8 للـ3 تكون بالجامعة، إجيت متأخر بنخصم عليك، روحت بدري بنخصم عليك، فبدك تلتزم بالحضور والانصراف. في روتين في العمل، ليش؟ لأنه كل يوم بتأدي نفس الشغل، كل يوم بتدرس الطلاب وبيوجعوا لك راسك بالواجبات، بيوجعوا لك راسك بالشكاوي تبعتهم. في الغالب الرواتب قليلة ولا تكفي الالتزامات، خصوصا مع وضع البلد هلأ، ما بنحكيش عن كل الدول، في غزة خصوصا هلأ صار الكل يعني الرواتب قليلة نتيجة العوامل السياسية والاقتصادية. قد يكون بعد مكان العمل عائقا يوميا، بمعنى إذا أنت في محافظة وشغلك في محافظة تانية، وهذا كتير بيكون موجود في الدول اللي برا، ومش بس الأجنبية كمان العربية، أنت مثلا ساكن في عمان شغلك في إربد، كل يوم بدك تضطر تطلع مواصلات ساعة رايح ساعة مروح، إذا ما بدك، وطبعا غير التكلفة، إذا ما بدك تروح يوميا بدك تتأجر بيت في إربد، وبدك تدفع إيجار وكهرباء ومية وما إلى ذلك. قلة المجال أمام المبادرات والإبداع، غالبا في الوظيفة التقليدية بيقتلوا الإبداع، يعني خلاص هم شغلهم روتيني، بيعملوا كل يوم نفس الإشي، تيجي تقول لهم بدنا نحدث بدنا نطور، في عندي بروبوزل لشغلة، بقول لك اقعد واسكت، ما بيشجعوا الإبداع. أوكي، في عندي العمل الحر وريادة الأعمال، إيش الفرق بينهم؟ كتير من الناس بتخلط بين مفهوم ريادة الأعمال ومفهوم العمل الحر، لأنه أصلاً في كتير نقاط التقاء وتقارب بينهم المجالين، يعني بشكل عام بيهدفوا لتوفير فرص العمل للشباب عشان يحصلوا على دخل مناسب. طب إيش هي ريادة الأعمال؟ ريادة الأعمال هي فن ومهارة تأسيس الأعمال، يعني بدك تعمل your own business، يكون عندك شغلك الخاص، وبالتالي تتطلب المخاطرة في عملية بدء المشروع، يعني أنت اللي بدك تبني المشروع من نفسك، أو أنت اللي بدك تبدأ المشروع، ففيها شوية ريسك، هل ينجح ما ينجح، هل الفلوس تجيب همها ما تجيب همها، هل يكون في ربح ولا ما يكون. تمام، طبعا ريادة الأعمال بتتميز إنها بتحل مشكلة موجودة في المجتمع، بيجوا بيطلعوا الناس من إيش بتعاني وبيقدموا حل لهذه المشكلة، غالبا بتكون مميزة وفيها جانب إبداعي وبتضيف للمجتمع. يعني يمكن أنتوا سمعتوا في 3 موظفين كويتيين مرة من ذات المرات كانوا قاعدين مع بعض وبيحكوا عن الأوردرز تبعت الأكل، فقالوا طب ليش ما نعمل تطبيق لتوصيل الطلبات بين المطاعم والزباين؟ عملوا الفكرة، طبقوها في عدد من مدن الكويت، انشهرت، طبقوها على كل الكويت، انشهرت أكتر، اشتروها منهم الدول المجاورة بمبلغ، انشهرت أكتر، لحد ما بالآخر وصلت لشركة كتير عالمية ومش عارفة بكم مليون دولار اشتروها. ممكن تقرأوا القصة على الإنترنت، قصة كتير محفزة. فهاي ريادة الأعمال، في عندك مشكلة في المجتمع بتحاول تحلها، بس أنت اللي بدك تكون صاحب يعني الحل، يعني أنت بدك تسوقه، أنت بدك تموله، أنت بدك ترعاه لحد ما ينجح، وبدك تتحمل العواقب السيئة لا سمح الله في حال فشل. أوكي، طبعا العمل الحر بتعرفه، بدك تقدم خدمة
مقابل عائد مادي. فريادة الأعمال يستثمر الريادي بشكل أساسي في فكرته، كل الإشي فكرة، ويعتمد فيها على تأسيس عمله والتي تأتي من خلال دراسة واقع احتياجات السوق. إيش السوق ناقصه؟ بيطلع فكرة يحل هذه المشكلة. يحتاج الريادي لمبلغ مالي في للبدء في تكوين شركته. بدك فلوس عشان التيم تبعك يطور لك البرودكت أو يطور لك السوفت وير وتعمل له تسويق. المخاطرة فيها عالي، ممكن ما ينجح المشروع وتنوكس. تركز ريادة الأعمال على حل مشاكل لدى المجتمع، فتأثير الريادة أكبر على المجتمع. يعني أنت بتخدم شريحة كبيرة من الناس، مش نفسك بس. على المدى البعيد ورغم المخاطرة ممكن يجيب ربح كتير كبير، زي ما حكيت لكم إنه بتبيعه لشركة مبالغ، يعني أنت بديب $1000 ممكن يوصل $1,000,000. وكل سناب شات والواتساب والشغلات هاي، انتوا هذه كلها مشاريع فينا نعتبرها ريادية أصلاً. تقدم ريادة الأعمال منتجاً، يعني انت بالآخر بتقدم برودكت بيبدأ من الفكرة حتى يصل للسوق. من الصعب على صاحب الشركة الريادية القيام بالأمور المطلوبة بشكل فردي، لهيك لازم يكون في عنده تيم، في عنده تيم يعمل له الخطط، واحد واحد يصمم، واحد يبرمج، واحد يعمل تيستينج، واحد يعمل تسويق، واحد يعمل مينتيننس، وواحد مدير لكل هذه القصة. العمل الحر بالمقابل المستثمر بيستثمر وين؟ في مهاراته. عندك مهارة بتطورها بتسقلها عشان إيش؟ تقدم على الجوبس. لما تبدأ بالشغل ما بدك مبلغ مالي، بس اللي بدك إياه هالنت وهالحاسوب. جانب المخاطرة قليل، أنت ما دفعتش إشي أصلاً عشان تخسره، بس ممكن بدايتك تطول، يعني ممكن بعد شهرين تاخد أول جوب. يركز العمل الحر على تحقيق الدخل اللمين للمستقل، يعني أنت الفائدة بترجع عليك مش بترجع على المجتمع زي ريادة الأعمال. العمل الحر رغم إنه مش خطر إلا إنه مرتبط بالتطوير الدائم للمهارات، فكل ما طورت حالك كل ما فلوسك زادت. يقدم العمل الحر خدمة، أنت مش بتقدم منتج، أنت بتقدم خدمة زي الترجمة، الكتابة، التصميم والبرمجة. الريادة بدك فريق. في العمل الحر مش ضروري يكون في عندك فريق، ممكن تشتغل لنفسك، وممكن بعد فترة تكون فريق وتكون مهاراتكم مختلفة ومتكاملة بحيث تاخدوا مشاريع أضخم يكون العائد أفضل. فهيك يعني هذه الفروقات الأساسية بين العمل الحر وبين ريادة الأعمال. على قد ما في بينهم اختلاف برضو في بينهم التقاء. التنين في حرية في العمل، انت الزمان، المكان، المجال، العملاء انت بتختارهم، سواء انت ريادي اعمال او فريلانسر انت حر، ما حدا بيجبرك، انت مش موظف. التنين بحاجة للتطوير المستمر في مجال العمل، سواء انت ريادي اعمال بدك تطور من شغلك، سواء فريلانسر بدك تطور من مهاراتك. الاستقلالية المادية وإمكانية الحصول على دخل مناسب. انت هان وهان، انت مستقل بفلوسك بتجيبهم بكيفك، زي ما نحكي دخلك انت مسؤول عنه. فهذه نقاط الالتقاء والاختلاف بين النوعين. طيب، متطلبات العمل الحر عشان تشتغل عمل حر، بدك مهارة تقنية، بدك أدوات، بدك مهارات، تمام؟ يبقى بدك تزبط أمورك بحيث يكون عندك مهارة تقنية
عندك أدوات، عندك مهارة العمل الحر. شو هي المهارة التقنية يا جماعة؟ اللي هي السكيل اللي أنت بدك تقدم على وظائفها. أنت بتقدم خدمة للزبائن، فحسب ما الزبون طالب أو حسب طلبات الزبائن بتشوف أنت إيش المهارة التقنية اللي عندك عشان تقدم على طلبات هاي الزبائن. يعني أنت الأندرويد هذه تقنية، مهارة تقنية technical skills، الويب technical skills، الديزاين technical skills. طبعا لازم تطور مهارتك عشان شغلك يكون مرضي للزبون بشكل أكتر. في البداية إذا ما كان عندك أي مهارة متقدمة زي الأندرويد والفلتر والآي أو إس والويب ديفلوبمنت، إذا ما كان عندك أي مهارة متقدمة مش مشكلة، فيك تبدأ بوظائف اللي هي الداتا انتري، إدخال بيانات، تكتب على وورد، تبحث عن طريق الإنترنت. في وظائف بتكون بس سيرتش، ابحث لي عن الشركات اللي بتعمل كذا، اعمل لي كذا. فإذا ما عندك مهارة تقنية عالية اشتغل في مهارات بدهشي تقنيات كتير، لكن طور حالك في مجال دراستك أو في مجال اللي أنت قاعد بتتدرب أو بتتطور فيه. طيب الأدوات يا جماعة، طبعاً إحنا عندنا مهارة، مثلاً أنتوا مبرمجين ويب أو سوري مبرمجين موبايل. الأدوات إيش أنت بتحتاج فعلياً عشان تفوت على العمل عن بعد؟ بدك حاسوب وبدك إنترنت، هذه بصورة أساسية. لكن بعض التخصصات بدها أدوات خاصة، مثلا مبرمجين الاي او اس بدهم أجهزة ماك، مبرمجين او اللي بيشتغلوا بالمونتاج بدهم أجهزة مواصفاتها عالية. مثلا انتوا اللي بتصمموا الواجهات بدكم مثلا برامج تكون مرخصة، الرسامين مثلا بدهم لوحة رسم، وهكذا. ف غير المهارة التقنية بدك أدوات اللي هي حاسوب وإنترنت وبعض البرامج، بالإضافة لأنك بدك تمتلك مهارات العمل الحر. وإيش بنقصد بمهارات العمل الحر؟ مهارات العمل الحر إنه يكون عندك مهارات التعامل مع منصات العمل الحر، التسويق الإلكتروني، التسعير، الكتابة التقنية، واللغة الإنجليزية. هدول مطلوبين منك يكونوا عندك لما تشتغل، مش إنه تكون أنت شاطر في مجالك وبس، لأ. بدك تكون تعرف كيف تفوت على المنصة وتعرف تعمل بروفايل منيح جذاب. بدك تكون قادر على تسويق منتجاتك عشان تحصل على زباين جداد. في ناس بتستخدم الفيسبوك وتويتر ولينكد ان عشان تسوق. بدك تكون قادر على التسعير، لما تتفاوض مع الزبون لازم تقدم له سعر واضح ووقت واضح للمشروع طبعا، وتكون ربحان مش بس تاخد على القد. الكتابة التقنية إنك تضمن وصول المعلومات للزبون بطريقة صحيحة وخالية من الأخطاء. يعني لما بدك تتفاوضوا أو تحكوا عن المشروع أكيد الحكي بيكون بشكل تكنيكال، تحكوا مصطلحات تكنيكال وبتحكوا كلام برمجي أو كلام يعني تقني، فلازم تكتب بشكل صحيح ولازم تتحاور بلغة صحيحة عشان الزبون ما ياخد عنك انطباع انك مش شاطر في مجالك. لو كتبت يعني هو بيحكي مثلا عن فلتر وانت تروح تقول له عن النيتف او عن الاي او اس بقول لك هاد اهبل، هاد مش محترف، هاد مش عارف هو عن ايش بيحكي. فسو لازم تكون عندك كتابة تقنية كويسة، عارف مصطلحات مجالك منيح، وبتقدر تعبر عن الفكرة اللي بدك توصلها بشكل سليم. الانجليش طبعا، الانجليش في مواقع
إنجليزية أو مواقع عمل حر باللغة الإنجليزية زي أبورك وفريلانسر، هدول إنجليزي ما فيهم عربي أصلاً، فلازم أنت تكون قادر إنك تفهم إيش المكتوب بهذه المنصات، ولازم تكون قادر إنك تتخاطب مع الزبائن الأجانب بلغة إنجليزية سليمة، لأن الإنجليزي لغة التخاطب الأساسية في العالم. يعني سواء كان الزبون روسي ولا فرنسي ولا بلجيكي، بالآخر أنت حتحكي معاه بإنجليزي. فوجود مشاكل لغوية عندك أنت كمستقل، هذا حيشكل عائق في التواصل وفهم متطلبات المشروع بشكل سليم. أنت قاعد، هو بيحكي لك إنجليزي وأنت قاعد مش فاهم وبتستفسر، مش فاهم وبتستفسر، فهذا حياخد وقت كتير في التفاوض، فالزبون بينفر وبشرد. في عنا المهارات الحياتية، لازم تدير وقتك بشكل تمام، يكون عندك قدرة على الحوار والإقناع، قادر تتواصل وقادر تتفاوض، حنحكي عنهم بآخر الكورس إن شاء الله. إيش هي مجالات العمل الحر؟ ممكن تكتب مقالات عادي، لرياضة، لصحة، لهندسة، ترجمة، ترجم أي نوع من المقالات، تقنية، قانونية، التسويق، تسوق لمنتجات والمبيعات، الهندسة، هندسة حاسوب، تعمل هاردوير، لا ومش تعمل هاردوير، تعمل وصف لسيستم، تعمل مخططات لبيوت، عمارة، كهرباء، مدني، الخدمات المالية، استشارات مالية، ميزانيات، الدعم الفني اللي هما السنتر كول والقصص هاي، الاستشارات في حال انت وصلت مرحلة متقدمة، من بعد مثلا انت تقاعدت من وظيفتك ممكن تقدم استشارات لناس بأمور مالية أو أمور تقنية، القانونية، تعمل عقود على الإنترنت، إدخال البيانات للمواقع أو للشركات، خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، تبرمج موبايل أبليكيشن، تبرمج ويب، تصمم، تعمل مونتاج. فإيش ما يخطر في بالكم موجود على المنصات. سلسلة القيمة للعمل الحر عبر الإنترنت، طبعا المدخلات اللي هم عندنا مين؟ يعني مدخلات العمل الحر طلاب، خريجين، مهنيين، ريادي أعمال، كل هذول فيهم يفوتوا على المنصة عشان يشتغلوا أونلاين. طبعا لازم نطور مهاراتهم لأنها هي جوهر العمل الحر، إما عن طريق الجامعات، تعليم جامعي، أو عن طريق التدريب في الشركات والمؤسسات، أو التعليم الذاتي. في عندي طلاب هم الانبوت، هم المدخل لهاي العملية كلها، عملية العمل الحر. بدي أطور مهاراتهم، إما عن طريق التعليم الجامعي أو التدريبات الذاتية أو التدريبات الخاصة في الشركات والمؤسسات. هل كده بدهم يجوا إيش؟ يقدموا خدمة هدول الفريلانسر اللي فاتوا، الطلاب والخريجين والمهنيين وريادي الأعمال، بدهم يقدموا خدمة. ممكن يقدمها بشكل فردي نفسه، يعني هو الفرد نفسه، ممكن يقدموها عن طريق فريق عمل، يكون عنده تيم، واحد يصمم وواحد يبرمج وواحد يعمل تيستينج. ممكن عن طريق إيش؟ شخص وسيط، البروكر، الشخص هذا يجيب الجوب ويوزعها على ناس تانية. تمام؟ في الخدمة هان ممكن أنا أقدمها بنفسي، ممكن عن طريق تيم، ممكن عن طريق وسيط يجيب لي الشغل.
قنوات التسويق، بدنا نسوق بضاعتنا، بدنا نسوق مهاراتنا، بدنا نسوق منتجاتنا الرقمية، إما عن طريق الفايفر وخمسات، هدول برضو مواقع خدمات بتعمل على تسويق الخدمات، بتحط خدمتك والزبون بيجي بطلبها، أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو عن طريق خلينا نحكي الفريلانسر والأبورك المواقع نفسها، أو عن طريق العلاقات والشبكات واللي هم الأصدقاء والزبائن السابقين. يعني زبون أنت اشتغلت معه قبل هيك يرشحك لحدا تاني، الزميل يرشحك لشغلة عارفك إنك شاطر فيها. تمام؟ طيب مين اللي بيستفيد من كل هاي الخدمات؟ مين الزبون؟ مين الكلاينت؟ مين السوق؟ إما شركات ناشئة اللي هم الستارت أبس، إما شركات صغيرة أو متوسطة غير ربحية، أو زبائن عاديين، ناس مو يعني كلاينت عادي زبون، أو عاملين بالعمل الحر يعني فريلانسر زيك. يعني أنت تشتغل لفريلانسر زيك يكون جايب لك الشغل ويحكي لك خد اشتغله، أو السوق المحلي يعني زباينك يكونوا عندك محليين، فريلانسر من غزة حاطط جوب أنت تاخدها، وهكذا. ف إن عنا طلاب بيعملوا خدمات، بيسوقوا خدماتهم عشان يوصلوا للزبون النهائي. طبعا قلنا مين اللي بدعم كل هاي الأربع عناصر، قلنا الجامعات، تدريس، شركات التدريب بتدرب الطلاب، تدريب ذاتي بدرب حاله، لازم يكون عندي نت، لازم يكون عندي كهرباء، لازم يكون عندي أجهزة، لازم يكون عندي مكان عمل، لازم يكون عندي حد يوجهني، ممكن عن طريق النقاشات عبر الإنترنت، في كتير جروبات بس أنت بتحط سؤالك بجاوبوك، ممكن برضو لازم يكون في عندك إدارة للفريق، ولازم تعمل تيست للخدمات. طبعا غير مواقع التسويق اللي هي فايفر وفيسبوك وتويتر وأبورك وفريلانسر، لازم يكون عندك خدمة السحب الفلوس سواء من باي بال أو بايونير أو سكريل، هنتعرف عليهم. لازم في خدمات برضو لتطوير الأعمال والبحث والدعاية والترويج. بهيك بنكون خلصنا أول شابتر في المادة. لا تستسلم، واصل عملك حرا، وإن شاء الله بيكون لكم نصيب وبتشتغلوا فريلانسر. يعطيكم العافية، لقائنا في الفصل الجديد إن شاء الله.